السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا دكتور انا سؤالي في لب الحلقة، يعني موري ان انا اتصلت في اليوم ده. انا عندي 41 سنة، ايوه اتأخرت شوية في الجواز، يعني قعدت بعد الجواز حوالي 2 سنين وعملت كويس. كل التحاليل كلها وما كانش عندي اي مشكلة. من عملت التحليل لزوجي، التحليل ممتاز، عملت كل التحاليل بتاعتي كتبويض واشعة الصبغة وكل حاجة. فالمهم انا لجأت للطفل الانابيب، كويس الحمد لله نجحت معايا مبروك ابني. يعني ابني دلوقتي عنده حوالي 4 سنين، كويس فانا بفكر في الوقت الحالي ان انا اعملها. اوكي جيت عملتها من حوالي 6 شهور، هي فشلت الحقيقة. كان في يعني بويضتين بس وفشلت. اوكي انا مش عارفة بقى ممكن اجربها تاني، هل ممكن تنفع معايا تاني في السن ده طيب ولا كويس لا؟ حاضر هقول لحضرتك حالا. هو طبعا حاجه السؤال ده مهم جدا. ليه بقى؟ احنا دايما بنقول كل ما بنعمل عمليات اطفال الانابيب والحمل المجهري بدري كل ما كان افضل. نسب حدوث الحمل بترتفع جدا في السن الصغير، وتتناسب طرديا نسب الحمل مع سن الزوجه، يعني اكتر حاجه افكت بيأثر علينا هو سن الزوجه. طب ايه السبب ان سن الزوجه بيأثر؟ رغم ان سن الزوجه يقول في ناس تقول طب ما هي بتخرج بويضات كل شهر والبويضات، وشرفنا ناس بتحمل وهم عندهم 40 سنه و47 سنه يعني الحاجات دي كلها. هو طبعا معروف ان الخصوبه بتاعت السيدات بتقل مع السن، لكن في اطفال الانابيب النسبه بتقل مع تقدم العمر شويه، عشان كده بقول دايما لكن ما هياش بتنعدم. يعني قصدي احنا شفنا ناس بيحملوا 42 و43 واكتر من كده حتى في الحقن المجهري. لكن الكلمه اللي هي قالتها مهمه جدا، قالت انا كل اللي خرجته ببويضتين. هي المشكلة ان احنا لما بندي ادوية تنشيط التبويض عدد البويضات بيحكمنا بعض الشيء، لو عدد البويضات اكتر نسبة الحمل بتكون احسن. جودة البويضات برضو مع تقدم العمر جودة البويضات بتقل، لان البويضات الاكثر جودة بتطلع في الاوائل العمر والاقل جودة هي اللي بتتبقى، فعلشان كده برضو بنلاقي ان نسبة الحمل بتقل شوية. لكن ما هياش منعدمه، فانا رايي انها لو هي عايزه تجرب مره تانية تجرب تاني برضو، لان في نسب حمل طبعا في السن دوت، لكن هو كل ما السن وكل ما جربت بدري كل ما افضل. يعني ما تستناش مثلا ما تقولش مثلا هجرب بعد سنه، لان بعد سنه النسبه هتقل جدا. بعد سن ال 40 كل سنه بتفرق او كل شهر حتى بيفرق، فبنقول دايما انها تجرب وربنا يكرمها. النسبه هتكون اقل شويه من السن الصغير، لكن في نسب حمل طبعا في السن الكبير.